الشمس أو ظلها. أنا مضرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ أنا أكيد بقى. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليكي. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. شرفتم شرفتم. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة مع السلامة. ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة. إيه؟ في إيه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا أخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما أنت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيرة، ما فهمش حاجة. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البلوستان. طلقتها كيف بس؟ طيب، أسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائلية. واشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه خير؟ طاهر في الوسم عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيه تامه. اصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر. وابقى ادعي لنا. أنا ما عايزاش الفلوس دي. أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليلة تقرا آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليكي مكان نجس. مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لأني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برهي؟ وانا شيل امكم السنين دي كلها، ولما يجي راجل كنوز الارض كلها تعترف ليه؟ ترفصوه؟ وانتي هاتي دي بنتك؟ شوفي لك حل معاها، لازم ترجع له.
ياسمين؟ خالك تصعر. وعليه راوت. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انت مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام. والشيخ خلف هو اللي عالجني. ايوه. اتجوزني ليه؟ انت اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب كان حالك بيبقى حال. هو اشترط يتجوزك عشان يعالجك، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انتي مش عايزه الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجعه. بجد هترجعي؟ طبعا هرجعه. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما انا جايه معاكي. يلا يا شربات ارجعي بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. انا ما قدرتش على بعدك. انا ما بقتش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا انام ولا اصحى. انا عشقاك يا سيد ما بقتش قادره على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر اغطس ما جبتش. اعمل ايه بس عشان تحن علي؟ جرب كده هتلاقيني عسل قشطه. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانه مزقوفه. طب اتجوزني وطلقني تاني يوم. اتجوزني يوم واحد ليله واحده بس انام في حضنك ساعه كتير علي. يا بنت الناس قلت لك قدري مش في يدي. مكتوب علي افضل سابح في ملكوته. لا ارض تملكني ولا حيطان تقويني. ما عنديش غير قبري تويني ومستني امره. بعد الشر عنك. ما الفالح بس تتجوز المحزه جدي. طب والختمه الشريفه؟ انا اعرف اتزوج والبس محزك كمان. جرب كده خلينا بات في حضنك ليله واحده بس ساعه. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجعي. لا اله الا الله.
اللي ماسك نظامك عشان فسادي في الأرض وشر الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الشر. أنت مين؟ أنت مش خلف اللي أنا أعرف. أنت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفاش. ما حسيتش زي الأول. فيك حاجة تغيرت. بقيت حد تاني ما عرفوش. أنت ما بقيتش سيدنا. فين يا سيدنا؟ عملت فيك ايه السودة الملبوسة دي؟ البت اللي شبه الجوجة دي ودتك فين يا سيدنا؟ سبتها تاكلك ليه؟ رحت لها ليه؟ ده انا كنت هحادي عليك برموش علي، كنت هاخدك في حضني وضريك. رحت مني فين يا سيدنا؟ رحت فين؟ يا رب يا رب دول تمن الشقة. ودول تمن العربية. دول بقى نجيب بيهم شوية ذهب نشبرق بيهم المدام. طاهر فلوسك. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيها تمن. اصرف عليهم رعاهم. لحد ما يشد عدو. حاضر يا مولانا حاضر. ودول لي اليتامى اللي هتكفل بيهم.
ايوه لحظه واحده. ادخل. ايه يا باشا في تليفونك ليه؟ خير. بور عليا انضرب واتسرق. ايه؟ انا مش معترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. توحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن، بس انا تعبت قوي. امتى هترضى علي وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه خلاص، مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المجهورين شغالين، ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه، يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق. انت عارف كويس قوي ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني. اكيد هو ورجالته راقبوه. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه ولا اتهمه باي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوته كبيره. ادعي انت بس يكونوا شويه عيال هجامه هم اللي عملوا مع برع بيه الحكايه دي. والشيخ خلف وده ماله ده كمان؟ مشي وسابنا ولازم يرجع، وانت سيد اللي عارفين. ارجوك يا عماد بيه تعرف لنا راح فين. هنشوف. في بيتها؟ اسمع، تقلب عليها العزبة وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم؟ يا سيدنا انت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا سيدنا يا سيدنا سيدنا جوم. انا شربات يا ناس يا خلق، غدونا يا خلق يا هو ماله يا ست؟ تعبان شويه يا اخوي. لما توديه المستشفى ما جبلوش ياخدوه، قالوا لي تعالي بعد اسبوع يمكن يفضى سرير. هو في ايه بس؟ استغفر الله العظيم. والغلبان مالوش عيش في البلد دي، نخرب بيوتهم. ربنا معاك ويعفولك. مش شايفه والله يا ست؟ قادر يا كريم. بقول لك ايه يا اخوي، ما تعرفش مطرح كده نقعد فيه يومين؟ مطرح نشوف. كتر خيرك يا اختي. وانت عامل ايه دلوقتي يا ياسمين؟ بخير؟ الحمد لله. المهم انت يا خالي. انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله. المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله. يبقى ايه اللي معادنا يا اخوي؟ نرجع مصر؟
ارجع فين؟ انا لو رجعت البس البدله الزرقاء. على الشيكات يا ياسمين تحبسني. مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه حد ما ربنا يحلها. روحوا انتم. انا مش هروح، انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف. خلف؟ او زمني ايه تاني؟ الله، مش جوزي ولازم ادور عليه؟ ما هو طلقك. وانا ما طلقتوش يا خالي. سامع يا برع البت بتقول ايه؟ هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخيه اللي انا فيها. بس مين يعرف له طريق؟ عين بصت فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي. أعوذ بكلمات الله التام من كل عين لام ومن كل شيطان. وأنا لسه صغيرة ما كملتش 14 سنة. كان عايز يخلص مني. أبويا مات وأنا لسه صغير، وبعدها أمي حصلته، وقعدت أنا وأخويا عند خالي حسن. أخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعدية وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاهم يا رب خدني معاهم، ما خدنيش. قلت مادام ملاك الموت معياش شياجي اروح لنا، ورحت عشان ارمي نفسي في البحر. كنت عاوزه اموت زي اخويا ما مات. لحقوني وانا بيني وبين الموت يا دوب شهجت نفس. بعدها لقيت امي وابويا واخويا كلهم جوني في المنام، وكان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمه واحده، ودوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. Thank you.
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا يا هانم، انت لو عايزاني اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبريه مرمي تحت رجليك. لا، انت تقول لي مكان والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده؟ ماشي بعد اذنك. وهاني، هاني بيه موبايلاته معاكي، انا براء. هاني بيه رضعته والقبر. انت بتخاف منه بقى؟ وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله، بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. الف بركة، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سيج عليك النبي، لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول؟ انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ليك عندي حاجة. كريمة، عوجت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده انا لو مت دلوك ابقى خدت من الدنيا كل اللي اتمنيته واكتر. انا ما كنتش احلم افضل جنبك ساعه واحده بس. انت خدتي ايه من ورايا غير الفرح والسعد والهنا كله يا سيدنا؟ اقعد اقعد اما وكلك. ايه
كان نفسه اطبخ لك بيدي، بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بوكلي. طب ده حتى الحجه كانت بتتجنن لما الحج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا تتجوزيني يا شربات. ساعات على اللي جارلنا وساعات تمزعنا الله.